معركة لكسب اللعبة. في هذا الجزء من حمص تسنح الفرصة للأطفال لنسيان الحرب. كل شخص يحاول استغلال توقف المعارك بأقصى قدر ممكن. ميدان الألعاب هذا هو جزء من سوق جديد أقامه أهل الحي. بدعم من الحكومة تم تشييد عشرات المحلات التجارية على عجل. السيد زاهر الشبعان هو المسؤول عن هذا المشروع، وقد أبلغني أن هناك حاجة ملحة له. جاء عدد كبير من النازحين الذين لم يستطيعوا الوصول إلى أعمالهم وبدأوا يبيعون البضائع على الأرصفة، فاقترح أهالي الحي إقامة محلات تجارية على قطعة أرض. الناس هنا شغفون بالتحدث عن قصصهم، غير أنهم لا يرغبون أن يظهروا أمام الكاميرا خوفا من أن تعتقلهم قوات الأمن إذا ما عبروا عن آرائهم. هذا الرجل قال لي إنه كان يعمل في وظيفة تدر دخلا جيدا جدا، أما الآن فإنه يبيع الفواكه كي يعيش. يقول إنه أجبر على ترك منزله منذ أكثر من عام، وهو يعيش مع أكثر من 20 فردا من أسرته في شقة واحدة. كل الناس ممتنون لبداية عودة الحياة، لكن وراء الكواليس هناك الكثير من الغضب. هذا الشاب فقد عمله الذي كان أيضا يدر عليه دخلا جيدا، يبيع أحمر الشفاه ومستحضرات التجميل. قال لي إن الناس متعبون، ولن تكون هناك نهاية للمعاناة إلا إذا صفح السوريون عن بعضهم وبدأوا من جديد. هذا المشروع هو نافذة أمل لمن فقدوا دخلهم، ولكن إذا ما وضعنا في الاعتبار حجم الأزمة فإنه لن يكون كافيا. ما يكسبه الناس هنا من الصعب أن يسد رمقهم، ولكن بالنسبة لمعظم من تعرضوا للعنف لا توجد مثل تلك الفرصة. لا نستطيع نسيان الحرب بشكل تام. قبل أن نترك السوق مرت طائرة مقاتلة فوق رؤوسنا. انظروا للدمار هنا، سوف يتطلب الأمر أكثر من سوق صغير لتعويض هذا. سكان باب سباع لم يعودوا حتى الآن، فهو مهمل ومدمر مثل كثير من مناطق حمص.